عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك لي مسألة، يقول المفطر في رمضان بعذر شرعي كالسفر أو المرض، هل يصلي التراويح؟ ما في مانع، لا مانع، الجهة هنا منفكة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكنه ما قال أنه ما يصلي التراويح أو لا يجب عليه صلاة التراويح. صلاة التراويح في الأصل أنها أيها الكرام الفضلاء أنها سنة، وفيها أجر وفضيلة عظيمة، من قام إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم أيوه، فلا مانع من ذلك أيها الكرام الفضلاء. أما قول اللي قالوا إذا ما صمت إن تسقط عنه التراويح، فلا دليل على ذلك، الجهة هنا منفكة ولا علاقة بينهما. صلى الله عليه وسلم.